من لندن نرحب بضيفي ديفيد نادن، محلل الأسواق المالية في إكويتي. أهلا بك ديفيد. يعني أولا، اليوم يوم البنوك المركزية وتشديد السياسة النقدية، كان متوقع من المركز الأوروبي، والحديث جيروم باول ليس جديد، يعني اللهجة التي يتحدث بها تؤكد يعني مساعي الفيدرالي الفترة القادمة. أنا ما يعنيني هنا هو استيعاب الأسواق لذلك، يعني وواضح أنه يعني الأسواق لا تتأثر سلبا بهذه الأحاديث أو بهذه التحركات. فإلى أي مدى يعني يمكن أن يقلب ذلك المعادلة وتبدأ الأسهم فيها تصبح جاذبة للاستثمار؟ أعتقد أنه من الغريب حقيقة كيف أن الأسواق في أوروبا قد ارتفعت في يوم نرى فيه أن معدلة الفائدة قد ارتفعت بهذه النسبة، لكن من المفيد حقيقة أن نقول أننا لم نرى ارتفاعا كبيرا في السندات الأوروبية بدرجة ضخمة. ما شهدنا هو أن هناك الكثير من الصفقات التي تمت، لكن بعض الارتفاعات التي شهدناها لابد من أن نتأكد من ثباتها، لكن ربما يكون مع الوقت هناك العوائد على مدار 10 سنوات في المملكة المتحدة وغيرها قد نرى موجة أخرى من بيع الأسهم في الأسواق الأوروبية. لكن في أمريكا شهدنا حقيقة على الدقائق الأخيرة، شهدنا أن هناك في ناسداك وغيرها ارتفاعا قليلا لكن عادت بعد ذلك إلى اللون الأحمر. إذن هذا معناه أن الأسواق الأمريكية ثابتة وقوية في درجة كبيرة، بالنظر إلى أن العوائد على مدار 10 سنوات في أمريكا للأسهم تصل إلى 3.4%. وأوضح جيروم باول بشكل لا لبس فيه أنه سيكون هناك سياسة متصلة في رفع أسعار الفائدة إلى أن يتم إنجاز الأمر كما تحدث السيد باول. إذن البنك المركزي الأوروبي والبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيتواصلان دائما مسألة رفع أسعار الفائدة لحين السيطرة على الأمر. إذن هذا لم يؤثر بالدرجة الكافية على سوق الأسهم حاليا، لكن في الأشهر والأسابيع المقبلة سنرى تغيرا وربما نرى موجة أخرى من البيع في هذين الأسواق. طيب، موجة البيع ما الذي سيحفزها؟ يعني إذا كانت الأسواق استوعبت تشديد السياسة النقدية، ما الذي سيحفز موجة البيع في تقديرك؟ هل هي مثلا توقعات الأرباح بالنسبة للشركات في الربع الثالث؟ يعني بكل تأكيد إذا أردنا أن نتحدث عن موجة بيعية أخرى، فإذا كانت السياسة النقدية ستبقى على ما هي عليه، فهي سيكون شيء خارج السياسة النقدية. أعتقد أننا سنرى المزيد من عمليات البيع في الأسابيع المقبلة والأشهر المقبلة، ربما يأتي ذلك كنتيجة من التحديثات الخاصة بأرباح الشركات وغيرها عندما تبدأ الشركات في خفض توقعاتها وحتى إصدار بعض التحذيرات. لقد شهدنا أشهر متواصلة من ارتفاع التضخم في أوروبا والولايات المتحدة. في رأيي لن يمر وقت طويل إلى أن نرى أنه من ناحية سيكون هناك إعادة تقييم للمبيعات وغيرها، ثانيا سيكون هناك إعادة تقييم لقاعدة التكلفة الخاصة بهم. إن الأرباح سوف تصل إلى مستوى ثابت أو حتى ربما تقل، لكن أعتقد أن هناك ارتفاع في تكلفة الطاقة والمرافق وغيرها، والأجور أيضا سوف ترتفع. إذن هذا كله سوف يؤدي إلى الضغط على أرباح الشركات، وبالتالي سوف نرى في الربع الحالي أو ربما الربع الأول من العام المقبل بعض العلامات التحذيرية لذلك، وأيضا خفض لتوقعات الأرباح. إذن هذا سيوضح إمكانية وجود موجة جديدة من البيع في سوق الأسهم، لكن كما قلت من قبل هذا أمر سنرى تأثير قرارات البنوك المركزية على ذلك، وهذا من شأنه أن يؤثر على سوق الأسهم ويؤدي ربما إلى موجة بيع جديدة. طيب، يعني ولو قام الفيدرالي برفع الفائدة مرة أخرى يعني وأوصل الفائدة بنهاية هذا العام إلى 4%، فهذا ما تتوقعه الأسواق. أنت تعتقد أنه يمكن أن تكون هناك وتيرة أسرع من ذلك أصلاً؟ أعتقد أن هذا ممكن، لكن أيضا هم يتابعون ما يحدث في سوق العمل، وهناك تقارير متواصلة من الولايات المتحدة توضح أنه بلغ ذروته على مدار 5 أشهر. إذن أرقام البطالة حقيقة قد انخفضت، وهذا يوضح أن معدلات البطالة قد انخفضت أقل إلى 3.4%. ما زال الرقم منخفضا للغاية، لكن أتوقع أن الاحتياط الفيدرالي يركز معظم اهتمامه على مسألة التضخم، فما زال التضخم مرتفعا وأعلى بكثير
الكثير من نسبة 2% المستهدفة، لكنه يتابع بقية التطورات في الاقتصاد. إن سوق العمل والوظائف غاية في الأهمية، ففي الولايات المتحدة الاقتصاد الأمريكي يعتبر من الناحية الفنية في حالة ركود، لكن الاحتياط الفيدرالي سيكون غير حكيما أبدا لو ركز فقط على مسألة رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، فبينما تضعف جوانب الاقتصاد الأخرى. إذن مسألة رفع الفائدة خلال عام واحد أو ربع واحد ربما تخفض من هذه النسب قليلا، لكن ننظر أيضا في سوق العمل العام المقبل. أشكرك على هذا التحليل ديفيد مادن، محلل الأسواق المالية في إكويتي، كنت معي من لندن. شكرا جزيلا لك.